نفسي مع روتانا. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هلا احنا قاعدين مع الرجل اللي عنده رؤية واضحة واللي بيآمن جدا بموضوع التطور ويؤمن بانه الاستمرارية في النجاح اهم من النجاح نفسه. 90 عام ما شاء الله، صناعة وطنية تضاهي بل وتتفوق على الصناعات المستوردة. احنا موجودين اليوم بمصنع الكسيح، واليوم في حضرتنا السيد خالد الكسيح المدير العام لشركة الكسيح. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. ما شاء الله، الله يخليك. يعني اول شيء بنحب نقول لك يا بانه ما شاء الله على الجهود المضنية اللي موجودة بالمصنع. حاسين حالنا بمستشفى مش بمصنع، ما في ليفل اوف هايجين عالي جدا. مستر خالد، 90 عام من النجاح، تاريخ كبير وعريق، خبرنا كيف قدرتوا تحافظوا على الصدارة بتسعين عام وإن شاء الله لسنين قادمة. شوف، أول شيء نورتونا بالمصنع، يعني أنا صار لي فترة حابب تجوا ونستضيفكم بالمصنع وقدام المشاهدين والشعب الأردني. صح. نورجي الشفافية إنه عندك، إحنا ما بأعلى ستاندرد، لأنه إحنا وقت ما بننتج أي صنف، تمام، شركة الكسيح، نعم، تمام، بنفكر بشعبنا وبنفكر بمستهلكنا وبنفكر بأولادنا. صح. فلازم عندك، احنا ما بنرضى إلا بأعلى ستاندرد، تمام، وإحنا بنشوف حالنا بمصانعنا. في ناس بتحب تشوف حالها بسياراتها، احنا لا، بنحب نشوف حالنا بمصنعنا بمنتجنا وبالشباب وبالصبايا اللي بيشتغلوا عنا. مزبوط. لأنه انت اللي شايفتيه هو مجهودهم. طبعا احنا ممكن تطلع معنا الفكرة، بس فعلا التعب الحقيقي للي شايفينه وللمنتجات اللي بتاكلوها هو تعب الشباب والصبايا بشركة الكسيح. مزبوط. اللي من غيرهم ولا إشي بيصير من هذا الحكي، ومنه حلقة اليوم. يعني أنا جاي ضيف زي احنا كثير سعيدين فيك مستر خالد الصراحة. ثانك يو. فالصراحة هي القصة، هي فيري سمبل. ب 1918 صارت الحرب العالمية الأولى. نعم. فشباب الشرق الأوسط اتبعثروا. حلو. واحد من هدول الشباب جدي، تمام، الأصل من الشام. تمام. فأجت الصدفة انه زي ما بقول لك، وين ما ترزق الزق. فعندك اجت رزقته بعمان. نعم. تمام. وبعد 1920 زي هيك، ب 1926 عملوا مصنع الحلاوة. اها. تمام. حلو. وانتقلت بعدين الراي عندك من جدي لعمومي لابوي وعمي، وبعدين الي ولاولادي عمامي. نعم. تمام. نعم. احنا عندك الفول والحمص والجميد والمندورة، أولاد عمي الحلاوة والطحينة. نعم. فالحمد لله مدى 90 سنة الماضيين، أولموست 90 سنة، همنا الوحيد شغلنا، منتجاتنا، أولادنا، موظفينا، وأهم شيء رضاء المستهلك الأردني. فواضح إنه المستهلك الأردني راضي جدا عن كل منتجات الكسيح من 1920 وليومنا هذا. وتابعنا مستر خالد مؤخرا دعايات جديدة موجودة بكل مكان على فيسبوك وإنستغرام والتلفزيونات والجرايد على موضوع العبوات الجديدة للكسيح، نقلتوا إلى العبوة الكرتونية. بدنا تحكي لنا شوي عن هاي التكنولوجي والإنوفيشن اللي صار مع مصنع الكسيح. شوفي، كل شركة لها دي إن إيه، كل شركة لها فاليوز، تمام. واحدة من البيلرز والفاليوز بشركتنا هي الانوفيشن، التطوير. يعني احنا مدمنين تطوير، تمام، ما بنحب نضلنا قاعدين محلنا، لانه دائما اللي بيوقف محله بتروح عليه. صح. فلازم يو هاف تو كونتينيوسلي ديفلوب، دائما لازم تطور وتغير. واحدة من الاحلام اللي كانت عندنا من ذا لاست ماني ييرز انه نحول من علبة الحديد لعلبة الكرتون. هلا في ماني ادفانتج، الفولات اللي جوا هم نفس الفولات، نفس الفول هي الباكجينج ماتيريال. هاي الباكجينج ماتيريال ما كانت موجوده قبل 10 سنين، اتس نيو ديفلوبمنت انعملت، واحنا عندك حبينا نكون من السباقين اللي نقدر نقدمها للشعب الاردني. لها مزايا كثيره، اول شيء ما تجرح، لطيفه، تمام، مش ثقيله، بدي اقول لك خفيفه وعمليه. اوكي. مور هايجينيك، الكرتون طبعا مو هايجينيك، ما بتصدي، تمام. تمام. وبعدين كومباكت، تحطيها وين ما كان، يعني بعد ما بتحطي ثلاثة أربعة ما تاخذ سبيس بالكبرد. طبعا. تمام. ما تاخذ كل بالزنة. الفولات بعدين، تمام؟ ما بيروحوا الفولة. كثير سهلة الفتح، عندك زي ما شفتوا بالدعاية. طبعا. تمام. وبتقدر ترجعها وتسكرها. ففي ماني ادفانتجز، في كثير مزايا للمستهلك انه يستعمل هيك عبوه. نعم. والصراحه توكا سوال ديفلوبمنت، دائما التطوير بياخذ وقت، ما بيجي بيوم وليله.
والحمد لله مع تعب الشباب والصبايا والبارتنر نتورك تبعهم تترا باك وموزعيننا وكل هذا قدرنا نحقق الحلم بعد سو ماني ييرز. شو حلو. طيب انا في عندي سؤال، انا شايفه هون مزات مكتوب عليها بالياباني. ايوه. بدي تخبرني عن قصه مزات وكيف عم توصل للعالميه بهالشكل الكبير. شوفي مزات قصتها انه احنا وقت ما الله يرحمه الوالد الله يرحمه اسس الشركه تعيش قال انا بدي اسميها شركه الكسيح الاطعمه. نعم تمام. مو للصناعات الغذائيه، كان هيز دريم فيجن تبعه انه احنا تو ديفلوب اكلات، نطور اكلات جديده ما لها موجوده وتكنولوجيا جديده. نعم. تمام. بهذاك الوقت ما كان في تكنولوجيا انك كيف تحافظ على الحمص او على القلايه او على الملوخيه. تمام. او على الباب غنوش، كل هاي التكنولوجيا ما كانت موجوده. هلا انا ماي اديوكيشن دراستي فود تكنولوجي، فهو الله يرحمه درسني. تمام. نعم. الشيء اللي قدر حقق حلمه فاخذتنا ليترلي من 1998 ل 2017 انه احنا نطور الماكينات اللي بتقدر تمام تنتج حمص وقلايه وملوخيه وفول ونقدر نحافظ عليه من غير مواد حافظه 18 شهر بالغير براد. فاحنا وي ديفلوب ذا تكنولوجي ان هاوس، الشباية والصبايا والمهندسين اللي عندنا عندك مع سبلايرز باوروبا طورنا هي الماكينه، وهي التكنولوجي حصريه لشركه الكسيح. تمام. اتس نوت مو بابليك نوليدج يعني مش معلومات عامه. تمام. بعدين كنا بدنا البراند، فإن اذا حطيناها كسيح ايفن دو حتى مع هيرتج طويل تمام، بس كسيح ماركة محلية ومنطقية تمام بالمنطقة. طبعا. بس احنا بدنا اكبر عالمية يعني هذا، فإنا لازم نطلع بماركة تكون سهلة اللفظ لأنه كسيح شوي لفظها صعب. ففكرنا طلعنا بمزت. وهلا زي ما انا جايبكم عينات هاي الحمد لله صرنا باليابان. واو برافو. هاي ياباني. برافو. تمام. دخلنا كولومبيا ولاتين امريكا. تمام. وهلا عملنا ايمج جديده لالمانيا، فغير الاردن الاردن لبنان الخليج تمام تركيا، هلا بلشنا نطلع على مناطق ابعد شوي، وهلا امريكا كندا كله على الطريق. انا كنت عم بقول لمستر خالد تحت الهوى انه بابا مدمن على مزات، فهديك المره رايح على بيروت ماخذ معاه حمص مزات على بيروت لابي السوبر ماركت موجود بلبنان. موجود بلبنان. اذا بدنا نحكي مستر خالد عن سبب النجاح والاستمرارية، احنا بنعرف انه ممكن انك تنجح ولكن انك تحافظ على الاستمرارية بالنجاح هي معادلة كتير صعبة، من وجهة نظرك ومن خلال خبرتك الطويلة مع شركة الكسيح للأطعمة، ايش اهم اسباب نجاحكم واستمرارية هذا النجاح؟ شوف التوب مانجمنت اوكي لازم يكون اول شيء عند الفيجن، عند الصبر، ما تفرفط روحها، ما تزهق، ما تضل تغير وتبدل وتحط لحالها فوكس وهدف وتشتغل عليه، وبنفس الوقت تكون شويه براغماتيك يعني عندك وقت ما بيصير اي غلط تقدر تغير وتبدل. تمام. هذا من ناحيه توب مانجمنت. بس واقع الامر النجاح هو له هدفين، رضا المستهلك ورضا الموظف. هذول الاثنين مهمين، لازم الموظف والموظفه هم اللي بينتجوا، هم اللي بيطلعوا المنتج، هم اللي بيقلوا، هم اللي بيسهروا، هم عندك اللي بيطلعوا البضاعة صح اون تايم، هم اللي بيفحصوا الكواليتي، هم اللي بيتأكدوا انه الماكينات شغالة. فلازم الموظف عندك الشركة تقدر تحافظ على انتماء الموظف تبعها. الشغلة الثانية تقدر تحافظ على طبعا الاثنين مع بعضهم. والشغلة الثانية رضاء المستهلك، لازم المستهلك يرضى عنك بالمنتج اللي بيدفع حقه، لأنه هو بالآخر بيتعب وبيشتغل وبيطلع مصاري، بده ياخذ فاليو لهالمصاري حسب اللي دفعه. صح. فهدول المعادلتين هم عندك اللي بخلوا عندك يستمر. الشركه ضلها تستمر. بيجي ابس اند داونز، هون التوب مانجمنت لازم ضلها محافظه عليها. يعني احنا السنتين العشر سنين الفور فايف ييرز من وقت ما طلعت القصص بالشرق الاوسط احنا كثير تغلبنا، تسكيره حدود العراق، تسكيره حدود سوريا. تمام. يعني الاردن وقت ما بتسمع بالاخبار انه تحاصرت اقتصاديا، فعلا تحاصرت اقتصاديا. تمام. فبدها تكون الاداره عندها الصبر. طبعا.
طبعا وتتحمل الظروف. الله عليك، مو تفرفط روحها وتقول لك يلا خلص. باي باي. صح صح. وين باي باي؟ في ناس، في مستهلكين، في موظفين، في سبلايرز، في زباين. يعني احنا منظومه عندنا 530 موظف ما شاء الله. فتخيل هذول كل واحد عنده قديش افرج؟ 4 5. تمام، يعني كم من شخص مستفيد؟ احنا منظومه اجتماعيه ما بنقدر الا نحافظ عليها، تمام، ونحترمها ونكبر احنا وياها. غير هذا الحكي بصير صح مزبوط. انا في شغله لفتت انتباهي، كنا انا ورهوف عم نحكي اليوم عيد ميلاد جلاله الملك، فصادف وجودنا اليوم بمصنع الكسيح مع عيد ميلاد جلالته. وجلالته بتخيل اكثر شيء ممكن يخليه سعيد في هذه المرحله يشوف هالانجازات الوطنيه عم تكبر وعم بتزيد. وقف الحلم عندكم ولا لسه بدنا نكتب قصص نجاح جديده؟ اول شيء كل سنه وهو سالم. طبعا خلينا صوتك الله يطول بعمره. يعني احنا دائما بنحكيها بين بعض. يعني انا امبارح جاي من السعوديه الساعه 10:30 بالليل، تمام. الاسبوع الماضي كان اسبوع، ويوم السبت مسافر المانيا. ما بتصدق اللي زي، يعني جينا بدنا نقول او احنا مش هذا، ما بنصدق امتى نرجع على عمان. ما بنصدق امتى نشوف المطار، تمام، رجعنا لبلدنا. صح. فالحمد لله مع كل الظروف الصعبه اللي عم بتمر فيها المنطقه، لكن الحمد لله على وضعنا، تمام. وي هاف تو كونتينيو، لازم نضلنا نطور. صح، لازم نطور نطور. يعني ما بقدر عندك هلا احكي لكم شو الشغلات الجديده اللي جاي، تمام، بس في شغلات على مزت وعلى كسيح خلال السنتين الجايين كمان حتشوفوا تغييرات، يا على لا يا على المواصفه والمنتجات اللي جوا نحسنها زياده. يعني احنا كثير زي التليكوميونيكيشن اندستري، بنطلع منتج بعدين مره بعدين بنكون محضرين الفيرجن الثاني اللي بعده الاحدث، فوي كونتينيو دائما بنطور وبنغير. ف في نيو ثينجز كامينج ان شاء الله within the next couple of years. جاهزين ما شاء الله عليكم، جاهزين. واحنا دائما معاكم، يعني الشراكه الاستراتيجيه اللي بيننا وبينكم كراديو روتانا وعمان تي في احنا بنقدرها، وان شاء الله راح نضل نشهد معاكم على خطوات النجاح باذن الله. ما بتصدقوا انه انا بيرسونلي، تمام، قديش مبسوط انكم اجيتوا لبيت الدعوه. الله يخليك. يعني انا كنت عندك عم استنى انه ننزل مزيت ونرتب امورنا، وقول راسا اول ما جاهز اطلع معكم انتو. احنا كثير فخورين بهالمصنع، وبالفعل لما اجينا على المصنع وشفناك وتعرفنا على فريق العمل الرائع من الموظفين والماركتينج وكل الصبايا والجيل الجديد، الجيل الاردني اللي بيحلم وبينتج، عشنا الحلم معكم، عشنا القصه معكم. الموضوع مش بس منتجات واطعمه، هي ليجسي وارث طويل، واحنا كثير فخورين فيك مستر خالد وبكل الموظفين اللي موجودين. وشكرا على هالفرصه، لانه لاول مره احنا بنطلع بهالنيو لوك اليوم. هلا انتوا لبستوا بس انا ما عندي شعر. انت نيالك. اه صح، اه ليش مش ملبسينها؟ ما في شعر، ما في شعر. صح 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 صح.